في الرياضة الجزائرية بعد اللي حدث في الألعاب الأولمبية، بعد المشاكل، بعد قضية المسلسل هذاك تاع بورعدة ومخلوفي، الآن راحت لدوري الاحتياجات الخاصة وفي يوم عيدهم. يعني هذه اللي قاصدني أكثر أنا، هي عيد تاع المعاقين تاع ذوي الاحتياجات الخاصة في هذاك لو ميم جور إيلي رادي أفي. كيفاش حتى هو قالك ما منحوا لي لا رادياسيون هذه ويحكموا عليا عام ولا عامين، قالك جي بلو اونفي باش نعاود نولي ندير لي كورس باسكو عييت من تصرفات مثل هذه. الطبيب ميتري كيلي دوبل. نعم. الإهانة تسمى تقدر ضربها على تنين. صح فوا دو. هانو زوج إخوة باسكو هما سي دو شامبيون. هو واحد هو صار له بروبليم. معليش بصح الآخر ثاني تيتصرى له باسكو هما راحش. راح تيتصرى له بالك. أنا القضية هذه قريتها في جريدة صافي 10 أيام باللي هذا الطفيل هذا بقى هذا ريسك دو نو با بارتيسيبي او شامبيونون دي موند تاع ذوي الاحتياجات. نعم. صافي ديجا لا فيدراسيون هي على بالها كاسكي سباس. ال سي كو لا فيدراسيون انترناسيونال سومي هاد لي زاتليت لي تيست بور ديتيرميني لو دوغري دانكاباسيتي تاعهم. هكذا. دوك القانون يقول لك لازم يروح معاه طبيب. لا قانون. قانون بيان سور قانون ما يروحش وحده. دوك الفيدراليه هذه ما وجدتش لاتليت تاعها. ان سي با ستادير ما اعتنتش به. خلاته هكذا. هو كي راح وحده. وبلي فريد ميسيون ديالو وحده اوتوماتيكمون باسكو لقى روحو وحده. هكذا لقى روحو وحده. هذه انا لي انايا تقول انتيا فضائح مور فضائح. بيان سور فضائح مور فضائح ومازال كاين فضائح لسبب واحد. ايه هو؟ جات فضيحه تاع الكوميتي اولمبيك ما جابوا والو لي زاتليت داوسو من هنا. جات الفضائح تاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. جات الفضائح نتاع كره اليد. هكذا هو الحق. الفضيحه هذه لماذا؟ لان نهار الفالي سانكسيوني اي بروندر دي ديسيزيون من الفضيحه تاع الكوميتي اولمبيك واللي وعد بها الوزير قال لك انا جفي سانكسيوني تو الموند والناس قاعد تتحاسب. ما تحاسبش الكوميتي اولمبيك، لافاف ما تحاسبش، واحد ما تحاسب. بيان سور نروحوا لهذا الشيء هذا. والقضيه هذه انا نلخصها لك في ايماج في صوره واحده. شت انت عندك اندو تي ميور تيرور ديليت، عندك جندي وراك رايح للحرب، تبعته بالتري ديالو بالكاسكيطه بصح ما تعطيلوش الكابوس. زيد لك معلومه نعطيها لمحمد قاسي سعيد باش تفصل لانه